عصام صالح هلا المعروف بالجوكر الثورة، أهلا وسهلا فيك. هلا بيك عصام. أنت بفقرة مشاهير الصدفة، أنت بالصدفة بالغلط ما بنعرف ليه فجأة بالثورة طلعت وصرت مشهور، وعم تجرب وما بدك توقف هيدا الشهرة، عم تجرب كل الوقت تكون حاضر بأي ثمن بأي طريقة لتحسن من وضعك الاجتماعي وتكون موجود. هلا أنا كان عندي صفحة فيسبوك كان فيها مليون مشاهد، راحت، قلت أنا رح وقف الشهرة. أنت ليه صار عندك مليون مشاهد على صفحة فيسبوك؟ الفيسبوك أساساً عملتها من وقت الثورة، وفيديوهات رملاء عملت ترند على السوشيال ميديا. فكان عملنا شيء مترابط مع بعض، عمل ضجة. قبل أنت لو وصلت للمليون مشاهد شو عملت أنت لو وصلت؟ فيديوهات بالثورة تاع جمالي تاع اللي ضربوا بأيام كنت الثورة، كنت لاحق الشهرة وتنتقل من كاميرا لكاميرا وتصرح لحتى شو لتصير مشهور؟ إنه من الأساس إنه حلمي يكون مشهور يمكن من أنا وصغير، فإذا استغلت هيدا الحدث، استغلت الثورة إيه لحتى أوصل لهدفي. أذيتك هيدا الشهرة؟ ضربت؟ أذيتني تم التنمر عليك؟ ما هلا التنمر ما بيهمني، هلا عم تأذيني نفسيا لأنه عم بتحارب كتير بأي جهة. رح تقولي ليه بدهم يحاربوك؟ كل ما عامل صفحة تيك توك لأنه ما في حدا يحمي لي إياها، كل ما جمع 50,000 بتروح، 10,000 بتروح. مين بحاربك عصام؟ ما عم بعرف مين هيدا اللي حاقد علي وما عم لاقي حدا يساعدني. بس انت فيك على التيك توك فيك تحكي مع حدا وفي هون يعملوا لك شركات مختلفة. انا بكون ممنونك وبكون ممنون الجديد. انا بس بدي بطلب من الله ومن العالم انسان بس يوسع لي صفحتي، وما بدي منه شيء. طب عصام مش يوسع، سوري وكالة يكون صادق وقوي، لانه انا يوميا عم ببكي دم كل ما تروح صفحة بيروح بقلب 10 دولار. ليه عم تبكي دم؟ انت بتعيش؟ انا مجبور، انا عم بتعب بالفيديوهات. انا اذا بتفوتي على التيك توك في فيديوهات واصله لل 100,000. شو يعني بتتعب؟ شو بتعمل انت؟ بتعب انا؟ شو بتعمل؟ شو بتقدم؟ اول شغله انا ايد لحالي، ما عندي حدا عم بزقف معي، عم بيصور معي. نعم. بمشي مع هيدا لصور معه فيديو، بضحك على هيدا لصور معه. عشان طلع فيه. انت شو بتقدم؟ وشو هو المحتوى اللي عم تقول عم بتعب عليه؟ فوتي شوف الفيديوهات اللي قاطعين ايه 500,000 و600,000، وبالرغم بتكون صفحتي بعدها جديدة عم تتحارب وعم بيقطعوا في منه قطع. ما لح احكيك فوتي على الصفحات اللي واقفين ما في استعمله. شو نوع المحتوى اللي عم تقدمه؟ بس كوميدي، وفي عندي فيديوهات. شو يعني كوميدي؟ انت بتضحك الناس؟ بضحك، عندي فيديوهات كيف بتضحك. يعني بتضحك الناس؟ مثلا عملت انا مثل هو دارج من حفر حفظة الأخي وقع في هيدا اللي ضرب اللي قطع المليون بالقد حافر جورة فوق المنشفة بالبحر بوقع بقلبه، هيدا عمل ضجة بلاوي. فوق ما طلع ترند هيدا الفيديو تاني يوم اختفت صفحتي. طيب ليش عم تأذوني؟ أنا من ضرب مين أخد؟ أنت بطلع مصاري من ورا هالفيديو؟ بصراحة لهلأ طلعت علاج أسنان وأصلاً بعد بدي. أنا كنت تشتغل عصام قبل ما تصير الثورة وتستغل الثورة لتكون موجود على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليك أنا قديت طلعت معكم حلقات ما حكيت شيء خاص وشيء ما بحب أقوله ولا عم بشحد. انتبهي، أنا ما بدي من حدا شيء، بدي يجي وكيل بخافوا الله بينام على فرشته قول أنا عم ساعد واحد عم يتحارب. طيب بس حتى لو حدا استلم لك الاكونت ممكن يتسكر. في كل اللي عندهم ملايين المجاهد مين عم يعملون اياها؟ ليه انا بس عم بتحارب؟ ليش؟ انت ليه زعلان هالقد انه عم يتسكروا حساباتك؟ ليه زعلان؟ لانه كل ما عامل حساب عصام بيروح انت بيروح بقلبه 100 دولار 50 دولار. طب ليه؟ انت بتطلع شو عامل انا؟ انت بتطلع مصاري من ورا انا بدي اقول لك شغله، ما عم بشحط، ما حدا يقول عم بشحد بكره اللي شحاد. جاوبني، ما فشل بعين اكبر انسان. جاوبني، انا نيتي تعبان، اثنين تعبانين، بدي 5,000 دولار لطلعهم. قال لي الحكيم هلا بسمعك الفويس تحت بسمعك هون على الهواء. شو كنت تشتغل قبل عصام؟ انت انا كنت نظف بيوت. هلا زهقت، ما عاد عم بقدر اشتغل، ما لي نفس اشتغل خلص. كان عمري 13 سنه وقفت علم اشتغلت. طيب ما يا الله ساعدني بشهرتي، ساعدني شوي، بعد عني الخنازير. طيب بتكرهني بعد عني؟ ما عاد بدي، ليه غيري بيجوع احسن مني؟
شهرة وعندي بدك شهرة سريعة وعالم بتحبني بدك شهرة سريعة سريعة بطيئة المهم مستعد تعمل أي شيء كرمال الشهرة وكرمال طلع مصاري أنا ما عم بعمل شيء غلط فوتي شوفي فيديوهاتي إيه جاوبني أوكي عم برقص بلبس شوي سلعة بس مش محل شو بترقص انت شو بترقص بتقدم رقص عندي ما بعرف عندي الله عطيني كاريزما كل ما أعمل فيديو بشوية رقص مع تياب شوي غريبين عم يضربوا طيب ما العالم هيك حبتني شو بعمل لها هل يا طلع انا حابب اعمل هيك ما حابب جاوبني انت قلت لي عصام انه انت كنت تنظف بيوت وانت ما بقى بدك تشتغل انت الشغل ما بدي تعبت خلص عم روح انا عند زبون عم فكر بالتيك توك عم فكر انا طيب ليه غيري بشو احسن مني طيب عم بطلب من مشاهير ما حدا واقف معي حكيت مع الملاعب حكيت لها شوي اجت طلت علي الملاعب العالم بتبزو عليها محترمه اكثر من كثير عالم انا ببالك كنت عم ببكي اجت رملة قالت لي انا بساعدك بس انت اتهمتها لرملة انه هي بتسرق يا خيي شو ما اتهمتها شو ما انا عم يحترقوا صفحات وكنت علقان مع رملة انا حكيتها لرملة حلفت لي بولادها طب ما معقول تحلف بولادها على الكذب المخلوقة مع انه انا بي اذا بيطلع من تحت القبر بقول له نقبل ارجع ما بصدقك سلمى عادي من العالم انا ما عم صدق حدا والقرآن وحياة الصليب والله انت اذا رجعت حساباتك وما تسكرت صفحاتك انت عصام عم تقدم محتوى منيح ايه ايه وحلو حطي لي انترنت رح ورجيك الفيديوهات اللي قاطعه المليون بس صفحتي ما بقدر اشوفها ما بقدر فوت عليها بتقول كله بيقول لي اعطيني رقمك على الهواء بعطيه رقمي ما حدا بيحكيني بتقول عصام بطلع من هبل لاعمل شهره وطلع مين ماشي حاله على التيك توك غير يا المحن يا الهبل يا شو مين ماشي حاله انت بتنهبل تنهبل مستعد تنهبل انا مستعد انهبل المحن بدي اعالج اسناني نقطه على السطر بدي كوالجيك اسناني ها هول شو هول شو يا اولاد الحرام اللي عم بحاربني نيني تعبانة يلا هذا أبوك إن شاء الله جهنم بتشوفها بعيونك هول هلا شو بعمل فيهم هول روق 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 عصام عصام بدنا نروق لأنه هيدا الشيء خليني أقول لك شيء اسمعني شوي بدنا نروق عصبت على عبدالله رجع أسنانك روق خد نفس خلينا نتناقش بهدوء لانه ملايين عم تشوفك هلا عصام ليك على الملايين اذا عم بحاربونا اوكي ما حدا عم بحاربك انت بدك تفكر بهدوء يعني على الدكتورة بيسكروا الهي عفوا بيتعب دكتورة لو سمحتي نحن قدام ضحيه نفسيه كمان يعني في مشاكل نفسيه واضحه قدامنا بس كرمالك ما حق يزعل اي حدا محله بده يزعل عصام تسمع الدكتورة لأنه بدها تساعدك لأنه أنت كمان بحاجة لمساعدة نفسية مش بس مساعدة مادية ومساعدة حدا يفتح لك ما بدي حدا يعطيني مصاري أوكي خلينا نسمع الدكتورة بدي أعالج هول كم سنة بروحه أوكي أنا عمري 30 سنة بدي ركب وجبي لي يا الله تفضل تفضل كل العالي ليش خلفوني وكبوني عصام معك ليه؟ معك حق تزعل ومعك حق تتضايق وكل لك الله لا يوفوا اللي عم بدرني ان شاء الله امه بتموت باصعب الموتات هيدا الحكي ان شاء الله يلا ما بدي انا هيك تفضل الدكتور خلينا نسمع الدكتور عصام يعني معه حق هو حاسس حاله ضحيه عم يتعب وبعدين عم بيروح كل تعب تخيلي انت جمعتي 50,000 بتنامي وبتفيقي رايحه جمعتي 3 طب انا تعب الفيديوهات اذا ببعث لك اياهم بتبكي علي إيه انا عم بتعب أكيد. مش مثل الممحونه بتطلع هيك بتبين بيجي يا دعم انا عم بتعب مش محن شوفي فيديوهاتي اذا ما بتقولي حرام ما يجيبوا مليون مش 100,000 انا بحكيكي على الخاص ببعث لك فيديوهات عصام بدنا نسمع بس كرمال لو سمحت ليه بس لانه الله عصام بدي اقول لك ما فيك عصام انت اللي عندك قلته نحن بدنا نسمع راي الدكتوره لانه انت ضحيه الله لا يسامحك انت ضحيه وانت في بوضع نفسي صعب وانت ضحيه الشهره خلص زلينا حالنا وانا ما بدي احاول ضب حالي ما اوكي عصام خليني اسمع راي الدكتوره سريعا لو سمحت ما بقى بدي اسمع شيء تفضلي دكتوره سريعا المشاعر اللي عم بحسها معه حق 100% واي حدا عصام مريض لا ماني مريض
اذا في مشاكل نفسيه عصام ضحيه عصام ضحيه الشهره ضحيه شهرة السوشيال ميديا اكيد هو ضحيه وبعدين هو حرام يعني الفيديوهات اللي عملها تعبه حس حاله بمطرح انه كله راح على الفاضي وهو بعيش من هالشيء يعني هو بيطلع مصاري من هالشيء ما هو بحاجه نعم. معه حق بحاجه ويحس حاله ضحيه وكل وجعك سامعينه كل المشاعر اللي عم بتحسها 100% معك حق تحسها بس اللوم هيدا شو حيفيد؟ رولا عم نسمع قصة مؤثرة جدا صعبة وعصام ضحية من ضحايا شهرة السوشيال ميديا شهرة الصدفة كمان ايه صحيح لانه احنا كلنا تعرفنا عليه بايام الثوره فهذا الشيء خلى الناس يمكن تتابعوا اكثر على تيك توك وبالفيديوز كانوا يعملوهم يعني صراحه ما في علق على شيء منه اختصاصي بس اكيد شيء بزعل لما تشوف شخص هيك تعبان بحاجه لمساعده اكيد ما هرجع انا مرق علي فتره هيك كان الاكونت الانستغرام انسرق ولفتره معينه توقف الاكونت وبصعوبه رجعته لان كانت الكيس تبعيتي كثير صعبه كل واحد لازم يبني شغله او حياته كلها ببالانس معين انا شغلي قايم على الارض بالفعل مزبوط ولا شك انه السوشيال ميديا موجوده بقوه ولازم كمان تكوني موجوده عليها اذا في شيء بينقص بتحسي حاليا بهالعصر بهالوقت في شيء غلط بحس معك وبعرف شو صار عادل يمكن انت بتشتغل مهري بيشتغل كلنا تقريبا بنشتغل بس عصام أمله الوحيد يعني نافذة الأمل الوحيدة هي هالشاشة اللي وصلته لتيك توك اللي اكتشفها مش من زمان اللي هي عم بتطلع له يمكن مصروف بس ليعيش شوي بكرامة وصلت إنه ما بقى بده يرجع لشغله القديم لأنه عاش الشهرة الثانية هيدا اللي بدي أقوله بيكون الواحد عايش بمحل معين من ولا شيء فجأة صار عنده عالم افتراضي بحق نفسه عالم افتراضي بيملكه هو عايش فيه من خلال الشاشات اللي طلعه وفجأة انسحب كل شيء من تحت رجليه نعم. حيوصل لهون حس حاله ضحية هاي النتيجة اللي حيوصل لها هيدا الخطر هيدا الخطر بالسوشيال ميديا شو الخطر؟ هيدا الخطر شو؟ انه بالسوشيال ميديا لما بتستعمليها وبتربطي سعادتك ورزقتك ما بقى بتعلقي شغله الاساسي ما بتروحي على العالم الواقعي شوفي شو بصير ما خاصة التيك توك ما بتاعي بتعب انا حبيبتي من وقت ما فتحت التيك توك لهلا بعتذر منك يا قلبي والله العظيم وحياة العذراء والله بس التصوير ما عم نام ما عادش عم بظهر لايف ونوم لايف ونوم لجمع حق العلاج وليه بيكون في مصاري بيختفوا مايا والله ما عم نام بس عايزه خليني اسمع كنت مبسوط بالفنانه مايا قلت لها بدي تصور يعني خليني اسمع بقى. رايك انا تحت الهوا بدي اعرفك على كذا وكاله لساعدك وحياة رب العالمين لانه مش بس في تيك توك في كذا ابلكيشن بما انك انت كثير انا هلا التيك توك بعرف خليها تكمل خليها تكمل بعرفك على كذا وكاله وكذا ابلكيشن فيك تطلع منهم مصاري بما انه انت عم تتوفر انه قادر تقعد كذا ساعه قدام الشاشه عم يجيني دعم بس ما عم لحق سيمي ما خص الدعم في عمل يوتيوب شانل ايفن سيمي بقدر اسمع منك كونك خبير بهيدا الموضوع واستبدل شغله بالحياه لشغله بالعالم شو شغل تنظيف انك عمري 13 سنه بشتغل طب ما يا الله خلص ما تخزي عصام انا بس خلونا نسمع بس انا اسميك انا اسمع عصام كمان حبيبي بدي اقول لك شغله انه انا لو في سادك على التيك توك اكيد بساعدك بس هيدي السوشيال ميديا الوحيده اللي ما عندي خبر فيها ابدا بس اقول لك شغله يعني انا بدي اطلب على الهواء من العالم رح اطلع بالكاميرا واقول لهم ساعدوا هالانسان يلي اسمه عصام يلي تعب مثل ما عم بتقول من كل قلبه اشتغل هالشيء وعم بيسرقوا له الاكونت او عم بيفوت هاكر عم بي ما يخليه يفوت على الاكونت تبعه ويكفي حلمه لانه كل انسان عنده حلم وطموح وهيدا طموحه بقى بليز يا مشاهدين اللي قادر يساعد ساعدوا لعصام لانه عايز مساعدكم هلا انا مرقت بفتره كمان سكر الاكونت تبعولي ما بنكر انه الواحد اكيد بيزعل لما بيسكر اكاونت عم يشتغل عليه بس بنفس الوقت بده يكون عامل ارضيه لإله بزنس لإله هلا بحاله عصام هو ما عامل بزنس لإله يمكن رزقه الوحيد من التيك توك اللي هو فيديوهات التيك توك بشكل سريع بينتشر
بيقدر يأمن له يعني مبلغ من المال هو بحاجة له، بس لازم ما يزعل لأنه هو عم يرجع بيفتح عم يرجع بيحصد أرقام، فيعني هو انت الأرقام 50,000 تروح، فيعني الأرقام هو بيعملها مش يعني مش الأرقام اللي بتعمله، فخليه يرجع يجرب. ايه بس حبيبتي أكيد ما بيسكر أنت وقت ما تلقطي داعمين يحبوك. هلا طيب التاخد الصفحة كيف بدك تلقطيهم؟ رح ترجع تلقطيهم. صدقني صدقني نحن بنساعدك، نحن كل الموجودين. أنا مني وعلي أنا حساعدك بأسنانك، حتساعديه بسناله اكيد. شكرا لك جوانا كريم، هي حتساعده بالسوشيال ميديا، سو ان شاء الله يعني. شكرا لك، قدمنا لك شيء صغير. شكرا كثير. انا ما بدي انا مش عم لا انا بكره بيصير له عم تشحد. انا ما عم لا بالعكس انا عم بطلب حدا. شو اذا الناس ما ساعدت بعضها؟ سوري يعني احنا كنا شياطين، احنا مش بشر. حبيبتي عصام انا بدي اشكرك وبدي اقول لك انه يعني ما تزعل مني، بس انت بمحل ما ضحيت السوشيال ميديا، معك حق تعيش منها وتنبسط فيها، بس فكر انه بالحياة في اشياء تانية، في بدائل تانية، لانه اذا راحت السوشيال ميديا شو بنعمل؟ بدنا نعمل اشياء تانية، بدنا نشتغل. على فكرة ربع في شغلة بتعيش لك اياها من شغل اخر، بس هيدا اللي بدي اقول لك كل محبة كاخت. وقت ما يكون انت عمري كان عمري 13 سنة، كنت انا بمدرسة داخلي وانا اشتغل. نعم. طيب ما خلص مليت. بس بعدك مليت شغل بعدك قوي. طيب ليه هيدي بدي اشتغل؟ بلشت شغل عمري 16 سنة وهلا صار عمري 50 سنة. انت يمكن شغلك حلو. لا شغلنا متعب، شغلنا متعب. انا الناس بتشوفه حلو بس احنا بنصور 12 ساعة. تنظيف البيوت صعب. تنظيف البيوت صعب. ما في شيء عيب، ما في شيء عيب. بس كل شغل صعب. انا اشتريت شقة من ورا البيوت.